صباح الخير، مرحبا بكم في لاباشتان سكيب دو بوزي. اليوم دخلنا شويه في عالم الالكترونيك اللي هو اليوم الكهرباء السياره نتاع واحد صاحبي هي جولف 6 بليتر جديد من 2009. قال لي باللي الطابلو نتاعو ما عادش فيه شي من هون، ما عادش فيه شي خلاص هنا ليكرون. بون حس ما شارج مع ياسر، قال له الطابلو كامل يتبدل على اساس وش هي، على اساس انه الطابلو هذا هيك جا لي طابلو قديم. شوف جماعه كي تحب تبدل ليكرون، لا تخيل انت يذوبوا هذه، يذوبوا هذه الكل باش ينحيوها. بار كونتر عندها واحد الكروشي ما يشوفوهمش، الكروشي تاع هذه كيما ليكرون تاع تليفونات، نحي الكروشي هذا ومش يخرج لك الليكرون هذا. بون هذا التابلو تاعو بدلتو ليكرون، كي ليكرون الداخلاني ما يمشيش رجعتو يمشي. شنو يكمل نركب ونوريكم كيف يمشي في الطوموبيل. بون هاو هنا كملت ركبته فيه، هاو التابلو. نرجعوا من هنا، كان تابلو هنا هذا الليكرون كان ما يمشيش. حكيم سدي تليفونك، تركب التابلو، لازم تسد معايا التليفون. توا هانا ركبناه، بون نرجعو لبلاصتي، نرجعو لبلاصتو هنا، هما كل شيء نبيعو. بون هنا كيما تشوفو هاو رجع الطابلو يمشي، ومن المفتاح نعملو كونتاكت، هاو رجع الطابلو يمشي. توا مرة واضحة، توا كان عم بالك حتى الفيدونج ما يشوف ما يبلكش كيلومتراج. توا كنا نبدلو حتى نخرج على الكيلومتراج، قال لي ما نجمش نعمل الفيدونج. توا هاو الطابلو رجع باهي. يعني حبيت نوصل فكرة انه هذه وحدة تتبدل، كل حاجة وحدة تتبدل، ما كانش طابلو كامل يتبدل. بس كنت تولي تبدل، تولي له في خدمة أخرى تاع تيليكوداج، ولا تولي له في خدمة كبيرة، خاطر واحد ما يعرفش يكودي له الطابلو حتى كنا نرجع لقديم، ولي ما يمشيش، يولي له في مشكل واحد آخر خلاص. دونك هنا باش يفيتي المشاكل، باش يفيتي الخدمة هذيك الكبيرة، يسافي بدل هذا الوسطاني، هلا بدلنا هذا الوسطاني، رجعت بيان. إن شاء الله تكون لحقت الفكرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.